في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس ذهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. أنا عايز أشكلكم النهاردة يا جماعة من زيزو حريقة. سمع حد بيقول مين زيزو حريقة ده؟ أنا أقول لك يا سيدي، زيزو أنتوا عارفينه، حريقة بقى هقول لكم عليه. بس المشكلة إن زيزو وحريقة بقوا بني آدم واحد، بني آدم عجيب متعته الوحيدة في الحياة إنه إيه؟ ها؟ يشعللها كده هو، ولا يمكن يرتاح ولا يهداله بال إلا لما يشوف مشكلة أو خناقة أو حريقة كبيرة في أي مكان ويكون هو السبب فيها. لا مش بس كده، ده بعد ما يولعها بيتحول فجأة لعربية مطافي ويمثل قال يعني ها إنه عاوز يطفي الحريقة، وعلى رأي المثل يقتل القتيل ويمشي في جنازته. ومش بس كده كمان، ده بياخد العزاء وبيقعد يعيط على المرحوم. والله زعلت عمورة، ده الأستاذ عباس الحبيبي، والله زعلت قوي من الخناقة الكبيرة اللي حصلت بينه وبين زميلنا محمد عبهادي. ما كانش قصدي والله، لو ما قلت له يعني إن عبهادي اشتكى للمدير. ما هو عبهادي اشتكى فعلا، بس أنا كان قصدي أنبهه والله إنما تحصل حركة كبيرة بالشكل ده والراجل يدخل المستشفى عنده هارت أتاك. والله زعلت، زعلت بجد. حتى عباسط، يا سلام، ده هو في اطيب من عباسط؟ وعبهادي، عبهادي برضو طيب والله. يا عم دول اخوات، اخوات والله، بس اكيد الشيطان دخل بينهم. والله اكيد شيطان، اعوذ بالله، اعوذ بالله من شيطان رجيم، اعوذ بالله. انا لازم اصالحهم على بعض، احنا لازم نتدخل عمور اخويا، هو ضروري. وطبعا لا عباسط اتصالح مع عبهادي ولا الاتنين طايقين بعض لغايه النهارده. ومن ساعه ما دخل بينهم عبد العزيز اللي عامل فيها حمامه السلام، والاتنين بينهم مصانع الحداد. وعلى فكرة دي مش بس مجرد حادثة صغيرة من حوادث زيزو حريقة، ده أستاذ ورئيس قسم الخناقات والحرائق مش بس بين زمايله في الشركة، لا ده حتى في الحي بتاعه وكمان ايه وبين أصحابه، وحتى هو ماشي في الشارع كده ممكن يتسلب حريقة كده على الماشي. لا والله عمور، والله ما كان قصدي خالص، كانش قصدي ان الموضوع يكون كده والدنيا تقوم على بعضيها. انا بس اتغصت جدا لما سمعت بوداني شتيمة الراجل الطيب اللي في العربية اللي ورايا. انا بس قلت له ان سواق العربية اللي قدامك بيشتمك شتيمة وحشة قوي. فجأة لقيت الراجل واقف بعربيته وعطل الدائري كله وراح نازل ومطلع التاني من العربية وقاعد يضرب في سواق العربية التانية لما حلموا العافية. اقول لك الحق، انا زعلت قوي على الراجل اللي ضرب ده، ونزلت من عربيتي وفضيت الخناق. الحمد لله، الحمد لله والله. بس الحقيقة انا يعني عشان الحق ياخد مجراه نصحتهم يروحوا القسم ويعملوا محضر عشان كل واحد ياخد حقه، والاصول كده، امال ايه؟ محدش يزعل من الاصول. وحرام كمان الراجل اللي ساعده دمه ده يضيع. امال طبعا، اكيد يا زيزو ما كانش ضميرك هيرتاح الا لما يروحوا القسم ويرفعوا قضيه على بعض وحد فيهم يترمي في الحجز كمان. امال الاصول بتقول كده يا راجل يا طيب، روح يا شيخ الا يخرب بيتك. وطبعا سيادتك ما سألتش نفسك انت اتدخلت من الاول ليه؟ ما حسبتش نفسك ليه يا وسطة الخير على الحريقة اللي ولعتها على الطريق الدائري والعطلة اللي عطلتها للناس؟ المهم ان سيادتك تكون مبسوط. مبسوط يا زيزو؟ مبسوط يا اخويا؟ مبسوط يا حريقة؟ ايه يا عم، مبسوط ولا مش مبسوط؟ دي ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت كنت عايزني يعني اسمع بوداني شتيمة الراجل الطيب ومقولوش هي دي المروءة والشهامة يعني؟ عجايب والله يا اخي. لا يا زيزو انت اللي غلطان يا استاذ، لما توقع الناس في بعضها وتنقل بينهم الكلام اللي يخليهم يتخانقوا ويخسروا بعض ويدخلوا المستشفيات والاقسام، تبقى دي مش شهامه ولا مروءه، دي اسمها فتنه. وانت ما تعرفش ان الفتنه اشد من القتل، وانت كده بتبقى مش عبد عزيز وسط الخير والجدعنه، انما تبقى بجد زيزو حريقه. روح يا شيخ، ربنا يهديك ويهدك. على فكره انا مش هرد على التريقه دي يا اخ عمرو، ومعلش انا عارف ان الناس بتفهمني غلط، ومع ذلك بستحمل، لان انا موتي وسمي ان حق حد يضيع. ما راجل حقاني يا عم عمرو، مسؤوليتي ان اخلص مشاكل الناس، واسمتي كده بقى اعمل ايه؟ يلا، ما ينوب المخلص اللي تقطيع هدومه.
من امتى بقى اتقطعت هدومك يا مخلصات يا فندي؟ ده انت كل مره تشعللها وتطلع منها زي الشعره من العجين. لا يا زيد، مش كل مره تسلم الجره. امبارح بالذات اتقطعت هدومي كلها في خناقه كبيره، والمره دي بقى كانت الخناقه معايا انا مش مع حد تاني. وكل ده يا سيدي عشان كنت بحذر زميلتنا عطيات من راجل شكله غريب كده، مجانس وطول بعرض، بيجي لها كل يوم يستناها قدام الشركه. انا يا سيدي يا دوب رايح اكلمها واحذرها منه، الا ولقيته غري وهجم عليا قدام الشركه، والموظفين كلهم كانوا خارجين وشافوني وانا ببهدل، وعطيات وقفت تتفرج عليا ولا كاننا زمايل. قال ايه يا سيدي؟ طلع الراجل الغيور ابو ايد طرشه ده جوزها، وكان فاكر ان انا اللي بعكسها. تخيل بقى انا برضو هعكس عطيات ده، معقولة دي؟ لا طبعا ما كنتش بتعكس عطيات يا سيدي، بس وقعت نفسك في الغلط يا فالح. ايه اللي يخليك تتدخل بينها وبين جوزها حتى لو ما كنتش تعرف ان جوزها؟ انت مالك يا حشري؟ هي كانت اشتكت لك، قالت لك الحقني يا زيزو يا حريقة، او انت خدت جزائك علشان تحرم تشعللها وتتدخل في خصوصيات الناس يا وسطة الغبرة؟ شكرا شكرا اوي، الله يكرمك يا عم عمرو. طب ايه رايك بقى؟ انا مش هقول لك كل الشركه كانت بتقول عليك امبارح، والله العظيم انت لو عرفت هتولعها حريقه وهتستقيل من الشركه دي خالص. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لي تعليقاتكم على صفحه برنامج كلمه ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم، هنتكلم عنها في كلمه ورد غطاها. ولغايه ما نتقابل تاني اسيبكم في امان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.